جاء ترتيب الخمسة الأوائل في قائمة فرانس فوتبول للكرة الذهبية. كانتي لاعب تشيلسي كان رقم خمسة، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد هو الرابع، الثالث كان جورجينيو لاعب تشيلسي، والثاني ليفاندوفسكي. وطبعا كلنا تابعنا امبارح تتويج ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وقائد منتخب الارجنتين بجائزه الكره الذهبيه زي ما حضراتكم عارفين للمره السابعه في تاريخه. وهذا العام لوحده شاهد فوز ميسي باول بطوله مع منتخب بلده في كوبا امريكا، والحقيقه ده في حد ذاته برضو اثار اندهاش الكثير من الناس ان هم شايفين ان ليفاندوفسكي او جورجينيو او بنزيما يستحقوا جايزه اكتر بكتير من ميسي السنه دي. ولكن زي ما بقول لحضراتكم الجانب التسويقي للجائزه ليه حسابات ثانيه الى جانب تصويت النقاد اللي طبعا بيعتمد على تصويت 170 صحفي على مستوى العالم. ولكن يعني زي ما كنت هود بتقول لحضراتكم من شويه ويعني بصيغه اخرى، ربنا بيقطع من حته وبيوصل من حته ثانيه، برضو جائزه قيمه جدا جائزه القدم الذهبيه. ولو ركزتي ما بين يعني جائزه الكره الذهبيه والقدم الذهبيه، في حاله الكره الذهبيه اهي الكره هي اللي ذهبيه، لكن مو صلاح قدم وهي اللي ذهبيه. صح أيوة. ولا ايه الكلام؟ لا طبعا اتفق معاك على كل حال، بس هي كان في حاجات برضو امبارح شويه مش مفهومه، من ناحيه ان مش مفهومه يعني اثارت جدل شويه. الناس قالت لك هو رايح بعيلته مراته وثلاث اطفال، يعني هو كان عارف؟ هل هو كان عنده علم؟ كان تقريبا باباه برضو موجود، هو كان عنده علم بان هو اللي فايز ولا لا؟ ودي المفروض مسابقه كبرى وما ينفعش ان هو يتم الاعلان قبلها وغيره. فكره عدم وجود كمان رونالدو ده اثار دهشه البعض. عايز اقول لك ان برضو من الحاجات اللي قريتها ان منظمين للحفل اصلا كانوا متضايقين ان بعض الرموز الكبيره ما حضرتش. ف ما الحاجات دي تشكك زي ما انت بتقول، ما هي بالظبط اصل مش معقوله صدفه يعني، فاهم ازاي؟ التألق الواضح لميسي والثلاث اولاد وبعدين الطقم البدل الموحد اللي هم كانوا لابسينه، وفعلا التفصيله بتاعت رونالدو تثير الشكوك. هي دي النقطة. أنا بص كله كان مطروح، كلام كتير جدا اتقال فعلا. وعلى كل حال احنا تاني هنقول السابع هي دي اللي عليها علامات استفهام كبيرة جدا، ولكن مش مشكلة، ابننا مشرفنا في كل الحالات زي ما احنا يعني بنقول وزي ما الواقع كمان هو اللي بيقول. خلينا نروح لبقية الجوائز اللي برضو بالأمس فاز فريق تشيلسي الإنجليزي بأفضل فريق في العام ل 2021، وطبعا ده بنتكلم فيه بعد تحقيقه كمان لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.